الحلقه مع مراسلنا الحربي معين درغام واخر التطورات في القصير. معين، ما الجديد لديك؟ تحياتي لك اليسار ولكل مشاهدي الفضائية السورية. بالبداية نبدأ من مصدر عسكري أكد لنا في مدينة القصير بأنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من العمليات النوعية التي ينفذها الجيش العربي السوري في مدينة القصير بملاحقته للعصابات المسلحة بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى هذه المدينة. وسيبدأ الجيش بالمرحلة التالية والتي ستتركز على عمليات دقيقة وجراحية سيقوم من خلالها الجيش باستئصال الإرهاب من كافة أنحاء المدينة. وفي الأخبار الميدانية وفي إطار العمليات النوعية صدرت وحدات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في أوكار الإرهابيين داخل مدينة القصير وفي المزارع المحيطة بها، كما تم القضاء على عدد كبير من الإرهابيين بينهم 5 من الجنسية اللبنانية، كما تم إلقاء القبض على مجموعة إرهابية كانت تحاول الهروب من القصير باتجاه منطقة تحيرج شرق المدينة. وبالتزامن مع عملية القضاء على الإرهابيين المرتزقة في مدينة القصير والذين يطلبون المؤازرة كل لحظة ولم يلقوا من مجيب، تقوم بواسل الجيش العربي السوري بعمليات نوعية في الريف الشمالي الغربي من المدينة، حيث أكد لنا مصدر عسكري بأنه تم إعادة الأمن والاستقرار لمنطقة تل الصر ومعمل طيبة ومزرعة بركة. كما أكد لنا المصدر بأن الجيش العربي السوري بدأ بالدخول إلى قرية الحمدية شمال غرب المدينة وحقق تقدما كبيرا فيها بعد أن دحر وقتل العديد من الإرهابيين. اليسار، هناك نقطة لابد من التركيز عليها، فالبارحة واليوم وبعد أن قام الجيش بالسيطرة على بعض المناطق الجديدة بدأ الأهالي يخرجون من مدينة القصير والذين كان الإرهابيون يستخدمونهم كدروع بشرية بدأوا يخرجون تحت حماية الجيش العربي السوري إلى المناطق الآمنة. التحية وكل التحية من أهالي مدينة القصير إلى جيشنا الباسل، وفي الختام نقول بأنهم أبطال سوريا. إليك أليسا. نعم، شكرا لك معين درغام مراسلنا من القصير، شكرا لك.